على مدار 60 سنة، واليهود يعني مش عارف احنا ايش بدهم منا، مش عارف ايش اليهود بدهم منا يعني. يعني البلاد واخذوها، القدس واخذوها، الجولان واخذوها، الضفة واخذوها، لحقينا كمان هان في بيوتنا، تجرنا من بلادنا وجينا هان نسكن في غزة، لحقينا كمان هان في بيوتنا يهدوا بيوتنا علينا. اتصلوا علينا قالوا لنا معاكم الصاعق للعمارة بدنا نقصف، وجيت هان ضربوها زنانة أول شيء، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، 5 مرات ضربوها زنانة، بعدين ضربوها في F-16 صاروخين. قادر واحد يعني مش قادر يجمع الواحد ولا حاجة يعني، لسه المنظر اللي شاف يعني، أنا واقف قاعد برج قاعد مش قادر أقف.